أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.